انا اتاخرت عليكم، انا عارف في موضوع داينج لايت. للاسف انا لعبتها وبداتها ونسيتكم عشان اكون صريح معاكم، واندمجت مع اللعبه لحد ما اكتشفت ان انا ايه ده، انا ما رفعتش فيديو اقول لهم اخبار داينج لايت ايه. تعالوا بقى نبص على الموضوع ده مع بعضنا، لان انا بحب داينج لايت جدا، والجزء الاولاني حبيته جدا، والتاني طبعا كنت مستنيه، فالحمد لله اتعمل عليه سعر كويس فعلى طول جبتها. طيب ايه الموضوع بقى؟ الموضوع بكل بساطة ان البلد زومبيز بقى، اللي هي القصة اللي انتوا عارفينها، زومبيز وفي اماكن تانية فيها ناس محتلينها، فانت لازم تكسب ثقتهم عشان يبقوا معاك، يا اما هيبقوا ضدك. فهي بقى اللي هي الصراع على البقاء، لو احنا قلناها بشكل بسيط. انا بحبها جدا ان هي اوبن ماب، في تفاصيلها كتير جدا، الجرافيكس طبعا زي ما انتم شايفين ما شاء الله فوق الخيال، زومبيز بقى طبعا والخضات والحاجات دي طبعا في كل حته، سكيلات تقدر تطورها في الكاركتر بتاعك، اسلحه بتشيلها، بتشيل حاجات، بتعمل كرافتنج، عندك ميشنز بقى وسايد ميشنز والكلام اللي انتم عارفين ده كله. الماب طبعا بقى، بص زي ما انتم شايفين، بص المنظر عامل ازاي، بص قد ايه، طبعا دي ده زوم اوت، لو انا نزلت تحت هنا زومد ان، ودي واحده بس، لا ده في هنا كمان، بص قد ايه، واحدة كمان، واحدة كمان، واحدة كمان، شايفين المنظر؟ حاجة فوق الخيال كده. تمام؟ فطبعا الموضوع كبير جدا جدا جدا. تعالوا نبص مع بعضنا على الاكسبيرينس، بس ممكن تلاقيني سكت شوية، لأن ساعات بركز في الكلام اللي بيتقال، لأن ساعات بيبقى في قرارات المفروض آخدها، وبناء عليها القصة بتتبني، فهتلاقيني سرحت شوية كده، فأنتوا عادي يعني تأقلموا ماشي؟ واستمتعوا بالفرجة يعني، الموضوع لذيذ. طبعا معروف في الداينج لايت تلعب الصبح، على اليمين تحت شايفين في توقيت ده الشمس طالعه عيط دلوقتي 9 الصبح، يعني الزومبيز بيبقوا في الحنين، يعني بالليل بيبقوا رهاب. انا بقى مش اللي انا لسه مخلصها دلوقتي دي، كان بالليل. بصوا بقى كمل، الله ما شاء الله، مساء الخير، انا وسهلا، صحيح من النوم عليا ولا ايه؟ لسه ده بدري قوي، مع السلامه، يلا خلاص مات سو ماتش، ابعد بقى، ابعد بقى، ده انت رخم. ماشي طيب، انا بقى يا جماعه، كل بقى اللي بينور في الارض ده يا جماعه، كل دي ناس ميته زومبيز. كانت بقى الليل كان حافل جدا، يعني لا كان ناس كتيره بصراحه وزومبيز كتيره، فطبعا احنا الم انا بقى الغنائم، ان امبارح طبعا بالليل اللي هو يعني في اللعبه، يعني كان دول كلهم حواليهم زومبيز بالليل، بيبقوا جامدين جدا جدا جدا، عشان كده حتى بيديك هو نقط الخبره اللي هي الاكس بيز، يعني لما تلعب بالليل بتبقى اكتر بكتير من الصبح، بيبقى في حاجات مميزة طبعا، لأن طبعا بيبقى في وحوش مميزة بزيادة عن اللزوم، يعني مش مميزة بس. يا نهار أبيض، بصوا يا جماعة، بصوا يا جماعة كم الغنائم اللي أنا عمال ألمها. لا دي كانت واحد بيدور عادي، فأنا تعال نلم بس. طبعا هما الصبح في زومبيز برضه، ما تفتكروش إن الحياة سهلة، بس كل ما أنت تخش في حتة ضلمة تلاقي زومبيز مختلفة. فالضلمة دي بقى ممكن تبقى بالليل، ممكن تبقى في نفق، ممكن تبقى في مكان مقفول، انت وحياتك بقى وحظك. طيب انا المفروض دلوقتي، دول ناس شايفينهم، دول ناس، الناس دي المفروض ان انا ممكن اضربهم واخد منهم حاجه، هتلاقي ليهم علاقه طب بص ده المكان ده لطيف جدا، انا ممكن اعمل له موديفاي، ابلاي ابلاي، ماشي. هو ده الواحد قد ايه؟ طيب بيضرب 31، لا حرام ان انا اضحي بالابلاي ابلاي، خليه معايا كده. ايه هو فينه بقى؟ شافوني اهو. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، وبعدين بقى الثمن لما تروح خلي بالك بقى، بس سيبه بقى، هو مع دخان السم ده هو هيعيش حياته، بس هو مات. شفته وقع في شر اعماله، ما هو بيص في حد ورايا ولا ايه؟ صوت زومبيز. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا يا بعد، بتجري عليا بالزومبي ده عادي، بس انت مت خلاص كده. بس نلم بقى غنائم منهم، دول بقى معاهم حاجات حلوه، ده الكبير بتاعهم دوت، في شويه حاجات للزومبيز اهو برضو. المهم يا جماعه، انا بحب اللعبه دي جدا، بس هي طبعا بتاكل الوقت جدا لان هي كبيره جدا، وبعدين بقى بتروح تسرح، تسرح معاها جدا جدا جدا. ايه اللي حصل؟ في حد عايزنا ننقذه؟ ده حد تقريبا عايزنا ننقذه. بصوا، بس ابعد ابعد اهو، مات. ده المفروض بقى يديني حاجة دلوقتي، في حد ورايا؟ ايوه اديني بقى، هير ايه؟ ايوه
شكرا شكرا جدا. دي بقى الريزيستنس دي بتزودي، الحاجات دي مهمه جدا بقى اللي انا خدتها منه دي. طبعا انا ناقص خالص، فانا محتاج ان انا اعالج نفسي. شايفين على الشمال فوق ضن كده، انا تمام. You have unspent skill. لان انا عايز استخدمها. بص، في واحده هنا المفروض استخدمها، فباخدها هنا وهنا. انا مش عايز استخدمها في دول، انا عايز استخدمها في حاجات تانية. دي حلوه طبعا جدا، بس محتاجه هيلث يكون 160، ودي محتاجه 160، وهنا 180، ده 140، فدي لطيفه. وانا 120 اوريدي، فهقدر ازود بحاجه معينه كده لما اشوفها هقول لكم هي دي. ماشي، ما تضايقوش نفسك. ايه ده؟ الله الله، تعال تعال العب. لا 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 بسرعة خلاص، تعال بقى. طب انا كنت لسه عايز العبك بقى بطريقة واسلوب كيميكال اريا او شي زام. خلاص خلاص خلاص، كيميكال اريا. ده انا ضربت الراجل نزل الحاجات دي. ماشي، في منهم كتير الناس دي. انا زي ما قلت لكم بقى، بص هتلاقوا بقى ناس، هتلاقوا زومبيز. شوف اللي جوه البنايه دول، الحمر دول زومبيز بقى، بس ايه بتوع بالليل دول، فعشان كده مستخبيين جوه، نايمين هم دلوقتي حاليا، بيناموا الصبح ويصحوا بالليل بقى، وانت تعيش حياتك معاهم. مش عارف يمسك. ماشي، طب خلاص انزل 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 انزل، ما تتعبش نفسك، انزل انزل بس كده. طيب ملينا استامينا. الاستامينا بقى دي موضوع كبير جدا، شايف بيقل زي في النص تحت يا جماعه. انا معرفش بقى اللعبه عجباكم ولا لا يا جماعه، قولوا لي، عشان لو عجباكم اصور لكم فيديو تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر، ما عنديش مشاكل. لو مش عجباكم مش بالعافيه بقى، صحرات. طيب هو في حاجه حصلت هنا؟ سلام. انت فين؟ الله 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 الله، سلام. يلا بقى يلا بقى، غرور بقى. فين التاني؟ كان في واحد معاكم تاني. I made it. There are no survivors. دي الميشن دي. ماشي، ده الميشن الاساسيه دي اللي انا دخلت فيها دلوقتي. هي بعتت لي هناك تعمل لهم زي تراب، والتراب دوت ان هو الناس هناك دخلت عملت فيهم الحاجات، تشوفهم اتقتلوا كلهم، فقالت لي روح انقذهم، فانا رحت انقذتهم اهو. طيب استنى، كان في ميشن تانية كنت انا فيها اصلا، هي مش هبقى خلصت كده ولا ايه؟ اكتيفيتيز كانت هنا المفروض. اير دروب، لا ديت افتر ذا كيميكال بوم. ده عايزني امسك حد معين، كاركتر معين، واخدين بالكم؟ طبعا الرقم اللي على شمالها دي اللي بالاحمر او الابيض، ده ليفل الريكومندد. انا على اليمين فوق اهو، انا رقم 2 ليفل 2 يعني. هنا بتتكلم طبعا في حاجه 4، فاستنى شويه عليا بقى. ماشي، هو عايزني اعمل ديت، ممكن اعملها. دي ويند ميل دي كويسه عشان بتفتح لي السيف زونز والكلام ده. دول تشالنجز ممكن تعملهم ممكن لا، فور فن يعني. ودول المين ميشن، دي الستوري كويست دي الاساسيه، ودول بقى الدي ال سيز، لان انا جايب نسخه فيها دي ال سيز. شويه سايد كويست بقى لطيفه كده، بس عايز اعرف فين اللي كنت فيها. خلصت خلاص، الراجل كده تمام، امان. ماشي، فين الاكتيفيتي؟ شو ان ذا ماب. انا عندها اصلا، لا اللي عندها دي اللي انا فيها. استنى استنى استنى، بص الشابترز بقى، حاجه فوق الخيال. ده الجلوبال ايفنت دوت، ده رائع. ده ديفيت سيرجن تراين، المفروض نقتله، فانا مستني بقى لما يظهر لي اقتله. تعال نشوف الماب. فين دي؟ مل اهيت، مل هي دي، هي دي الويلو ميل. ماشي،
يبقى خلاص تعالى نعملها. ماشي، في عندي missions pending، عندي واحدة اهي first blood اسمها تبع ال DLC. ماشي، ودي ال history lesson. ماشي، وده حاجة 1 2 شايفين. find ال water supplies. اه ده الراجل اللي هم قالوا ان هم المياه بتاعته كانت مسممة. كان في حاجة في القصة، معلش انا اسف بقى. انتوا دي بقى ايه سايد كوست بالازرق، معناه ان التمام بالليل بس. فطبعا بالليل دي بقى انت عايز طلعه جامده، وبستدعي ناس تساعدني بقى يعني، يفضل كمان ممكن تلعب مع اصحابك، فطبعا مود رائع بقى مع الصحاب يعني، انتوا مش متخيلين. المهم انا ممكن اعمل كده وبنفتح الديت، بس انا محتاج ان انا اطلع فوق عشان اشوف الدنيا ماشيه ازاي. فتعال نطلع من دي. اطلع 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 اطلع، عايزين حته فاضيه بالكاميرا ديت او العدسه المكبره اللي عندي دي، بقدر اشوف الدنيا ماشيه ازاي. بس عايز حته عاليه عشان تبقى الدنيا تمام. ايوه المكان كده رائع. تعالوا بقى نعمل كده. بص دول دول ضدي. ايوه هنا المفروض كده في حاجه، مادام بتاع بتصغر كده. ماشي الله 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 الله، ليه طب ليه؟ يلا روح روح الله الله الله، انا عامل الضربة الجامدة عندي. تقفل الباقيين ماتوا بالسلامة. لا خلي بالكم انا برضو مش سهل. ها اوعوا تفتكروا نفسكم ان انتوا لا. وده وقع وعمل الغاز بتاعه ده. فين الملاية اللي انا؟ ايوه هي قدامي على اليمين اهي. طيب اللي هي دي، تعال نشوفها دي. بس نشوف الولد اللي وقع هنا، تعال ناخد منه حاجة، ده هتلاقي معاه حاجات حلوة. شوف خدنا له فلوس. طيب تعال بقى نروح الملاية اللي هناك دي، طبعا بقى مليانة ميشنز. لو انت سرحت مع الميشنز السايد كويستس مش هتخلص للأسف يعني. ايه اللي حصل؟ في ناس تحت ولا ايه؟ في ناس تحت اهو. مساء الخير، اهلا وسهلا بيك. طيب تعالوا نعمل البتاع العظيمة دي، نشوف دخلتها ايه. طبعا بيبقى ليها زي ميشن معينة كده شايفين، وتقعد تطلع من حاجه لحاجه 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 لحد ما تروح تفتح حاجه كده معينه، فده يبقى مكان سيف زون بالنسبه لك. بس ريحت كده، لازم تريح عشان الاستامنا، خدوا بالكم. ها طيب انا كده خلصت ولا ايه؟ لا في حاجه مش مظبوطه. من هنا اهو، صح كده. فينها؟ لا مش هزعها. بتاع فين؟ بتاع فوق. ماشي شايفين بتاع فين؟ اخدت بالكم؟ طيب انا لو نطيت كده امسكها. لا يا اختي اوعى تقع. طب انا اعمل ايه بقى؟ ربنا يستر ربنا يستر. امشي بالراحة بقى كده، لان اكيد طالع من الجنب هنا ان شاء الله. سلم، شفتوا يا جماعة؟ العب امسك. ايوه بس خلاص تعالوا اهي، شفتوا؟ بصوا الجمال بقى، بصوا الجمال بقى اهو. بص بقى لما يعمل ديت، هو المكان ده هيتحول لسيف هاوس، لان خلي بالك محتاج تلاقي سيف هاوس تنام فيه. المكان اللي بتنام فيه ده بيبقى هو سيف، بيحصل سيف مش في اي حته، خلي بالكوا ده برضه من صعوبه اللعبه، لازم تنام وتصحى عشان يعمل سيف. وهتلاقي برضه هنا بقى الاماكن اللي بيبقى فيها الالترا فايلوت، اللي هو اللون الموف دوت، الاضاءه الموف دي، عشان دي اللي المفروض لما تبقى فيها تبقى محمي، ما يخش الزومبيز فيها، ما يقدروش يخشوا فيها. فدي برضه حاجه مهمه جدا تبقى انت عاملها من كل مكان للتاني، بلس ان هي بتفتح لك حاجات حواليك لطيفه يعني، فاهمين قصدي؟ بص حاليا مثلا دلوقتي خلاص بقى عندي، شايف الحته الخضراء اللي فوق ديت اللي هي في الاخر ده الشنطه والايه والمكان اللي انا بنام فيه، تمام؟ فده ممتاز جدا. فدلوقتي حاليا انا ممكن من دي ادوس كده، اروح ماسك في دي هنا اهو، هتنزلني قريب من السرير. طبعا بقى الحته دي كلها انت هنا في امان، الحته دي كلها ما يخشش فيها زومبيز، تمام؟ لان بالليل بتلاقيها منوره بالحاجات الحلوه اللي هي الموف دي، ودي مهمه جدا الاضاءه الموف دي يا جماعه، خلي بالكوا يعني، اللي هي الالترا فايلوت دي. الالترا فايلوت دي مهمه جدا ان هي بتحميك.
شوف السلاح انا عامل ازاي بقى، ده اقل من اللي معايا. طيب ممكن اجرب حاجه، لان انا معايا اسلحه ضعيفه كنت بلمها في الاول. تعال نبص كده، يعني مثلا في سلاح زي ده مثلا 20 ومتكسر، ده 250 بس عايزين نصلحه، ده جامد كان، ده متكسر فده انا ممكن، وده برضو بص 17 متكسر، انا شايف ان ده ممكن يترمي وده ممكن يترمي برضه، بس كده يفضي لي مكان، فساعتها ممكن اخد ده. دول الاتنين زي بعضيهم، فانا ممكن، لا انا عملت حاجه غلط، خدت الضعيف انا، ده 20 ماشي. خلينا نشوف، اصل انا بفكر ان اروح ابيعهم، تيالي في بيع، استنوا كده. طيب دلوقتي انا خليني بس نشيل العلامه اللي انا عاملها على الماب دي كده، انا خلصت الميشن اصلا، خلاص الميشن دي المفروض ان هي خلصت، يعني انا لو دخلت في الجورنال هنا مش هنلاقيها، صح ولا اه؟ بقت خمسه هي مش سته، برافو. ده بقى بيقول لك بقى هنا في اير دروب، لطيف. مكانه فين بقى الاير دروب العظيم ده؟ اهو ده الاير دروب اهو، يا سلام ده انا جنبه، لا نروح له بقى. ده اير دروب يا جماعه، حاجه نازله من فوق وفيها بقى دلع، فانا بحب الملم السايد كوست يا جماعه. ليه بقى؟ وانت تلعب بتزود لك الليفل بتاعك، فتخليك اقوى، فلما تخش على القصه تلاقيك انت اقوى داخلها وانت لا انا حاضر، يعني انا تمام، مش تبقى ضعيف بقى وتلاقي اللعبه صعبه، وفاهم قصدي ايه؟ بصوا المكان ده، بصوا كل الايه اللي هو الاضاءه الموف دي مهمه جدا كده. انت بص تنام هنا في امان، ودي شنطه بتحط فيها حاجتك وتبدل حاجات والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. المفروض هنا ان انا عشان اخدت النسخه الجامده، بصوا طالع لي حاجات فوق الخيال، اسلحه كبيره كده جامده جدا، واخدين بالكم؟ فوق الخيال، ودي الحاجات المستخبيه هنا. والله ممتاز، ممتاز جدا، انا عايز دول. طب انا ممكن والله نودي ده ونودي ده نودي ده نودي ده نودي ده نودي ده نودي ده نودي ده، اديني ده وده بس كده. ودول بقى انا عندي اوريدي حاجات لابسها كويسه. طيب نرجع باك، وهنا النوم، فاهم قصدي؟ تعالى كده بس ننام يوم كامل، يعني هيصحينا بالليل اصله، وتعالى نصحينا تاني الصبح. خدت بالكم؟ نصحى بقى الصبح عشان يحصل السيف الكامل. انا كده تمام جدا الصبح بدري اهو، 8 الصبح، السلام على الشروق. فين بقى الحته بقى؟ بص ده عنده ميشن تتعمل بالليل، ما دام عنده العلامه دي وعلامه زرقاء كده يبقى الميشن دي تتعمل بالليل. طيب خليني بس الاول عايز اروح اعمل الحاجه اللي عندي هناك دي، اللي هو الارض الدروب اللي هناك الحلوه دي. انا وقعت في العمود، نهار ابيض عليا، الحق نفسك الحق نفسك، السلام عليا وعلى السيطرة. يلا ها مش بالراحة بالراحة بالراحة، اهدى بس اهدى. الصوت عندي بيسخن برضو كده، بيعمل حاجات غريبة. المكان ده جديد، ايه ده؟ ايه مين دول؟ اه دول ناس. بس يا بابا بس يا بابا بس يا بابا بس يا بابا، اهدى كده. اوه لا ده داخل منطقتهم، انتوا واخدين بالكم؟ هل اللي انا بعمله ده بقى منطقي ولا لا؟ الله اعلم. انا ممكن اعمل حاجه سريعه كده في السلاح اللي معايا ده، ممكن اعمل موديفاي عند تيب وشافت، ده بيحصل فيه كهرباء وده بيحصل فيه بويزن. والله البويزن لطيف مش وحش، ده بيحصل فيه فاير، تعال نعمل البويزن منها برضو يبقى ايه عمل حاجة. بصوا اتحط عليه بويزن، شايفين؟ العب، ما عندوش حاجة ده الأستاذ العظيم. طبعا هي بتبقى مش كل ضربة بتعمل بويزن، حسب انت حظك يعني. السلامة، تعالى تعالى
اهو بص ده جاله بويزن خلاص. السلام عليا. ده مكان، بص ده في بقى بضاعة جوه. لا ده كويس انا دخلت احتليت المنطقة دي. بص 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 الحاجات بقى خطيرة جوه هنا. الأخضر معناها إن هي مش حاجة عادية، الأزرق طبعا ندرة أكتر، الموف طبعا أكتر وأكتر. اه ده بص ده عشان ده ممكن اضرب بيه حد. هل في حد تاني اصلا باقي اصلا عندكم ولا خلاص سلام كلهم؟ اوه بص ده في اوضه هنا مليانه يا جماعه، شغل عالي ده. طيب خلينا ماشيين بدي كده ان كيس هي معانا كده كده ما تقلقوش يعني. خلينا نلم بس التركه. سلام. بصوا بقى كام حاجة موف. العب 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 العب. ايه بقى اللي انا خدتها دي؟ شومة في اما كانت قهوة تلاجة بقى. الحاجات دي يا جماعة كلها يا جماعة بتبقى بتستخدم في ان انت تعمل كرافتنج لحاجات، تعمل كرافتنج لحاجة تزود لك الهيلث مثلا، تعمل كرافتنج لحاجة صحيا مثلا تزود لك الصحة بتاعتك وهكذا. حلو. ده ايتم كده لقيناه اسمه انفكت بلاين كارد، دي من الكولكتبلز اللي انت المفروض بتلاقيها بتبقى حلوه، بتديك برضو اكس بيز. انا بس عايز الاقي البنسه، في عالم البنسه كده بتلاقيها صغيره. عارفين البنسه يا جماعه؟ طبعا في شباب صغيره تقول لك ايه البنسه دي اللي هي اللي بتفك بيها الحاجه، عارفين الصغيره دي. ده ضعيف، ناخد دي. مش عايزين بقى نسحب بقى، ما احنا اخدنا الحاجة مش عشان مش منطقي يعني. بقى الأسلحة الجامدة بس، تعالى انت خليك معانا انت حلو. ده بضربة واحدة بيخلص اصلا. في واحد اهو حاجته حلوة دي. طيب استنى بقى، كانت في أوضة هنا. أيوة الأوضة دي. اه هنا بقى يا جماعة ده انا هستخدم الطفاشة العظيمة. وانت هنا بتلف بالراحة ولما الفايبريشن بيشتغل معناها ان انت غلط. هبص كده راح الفايبريشن عندي بس فتح تاني. لو عندت بقى قعدت تفتح فيها جامد وبتاع الفايبريشن شغال تتكسر البتاع اللي انت بتفتح بيها دي، وتبقى للاسف خسرتها. ودي بقى الخطوره انك تعمل تاني بتلاقي صعب. ده حلو ده، ده ازرق فالمفروض ان في حاجات نادره شايفين. ودي حاجات بقى الجيلري دي ممكن تتباع بقى الحاجات الساسه. واو يا نهار ابيض يا نهار ابيض. لم 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 ما تسيبش حاجه ما تسيبش حاجه. ده مكان رائع ده، كويس انا دخلت الطلعه دي. واو كل ده بقى يتبدل بفلوس، تروح بقى عند التاجر يشتري منك هو الحاجات دي كلها. بص برضه اوه واو 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 اوه ده في سلاح جبار. استنى بص بص ده في سلاح جبار طلع لي اهو. واو لا ده جامد جدا ده. طيب انا محتاج ان ده نعمل بيه حاجة مهمة. موديفاي نديله نار عشان يبقى عنده افكت النار بس كده، مش محتاجين اكتر من كده. دول بقى هنشيل واحد من دول نبدله بده، يبقى انا كده تمام التمام شكرا. بصوا اوه هنجرب كده. واو اميزنج. انا كده بحب اللعبه دي جدا، لعبه فيها حاله خطيره من بتاع بقى. فين بقى البتاع؟ فوق. اوكي اه ده في ناس هنا. اوبا فين البتاع اللي كانت معايا اللي انا هرميها؟ راحت فين؟ راحت فين؟ طيب بتاعت النار دي صوتها مزعج. هي بتاع فين يا جماعة؟ وقعت مني ولا ايه؟ مش مشكلة كانت جامدة دي، كنت ممكن أخلص فيها الشخص اللي فوق بيتمشى ده شايفينه. يا أهلا وسهلا بيكم، جالكوا ضيف يا جماعة، ضيف بس خدوا بالكم بقى عشان إيه ما بيهرجش. فين بتاعنا اللي لسه عاملها يا جماعة؟ هو أنا شلتها ولا إيه؟ أه ده أنا شلتها أهي بس كده. أيوة أنا عايز دي معايا. ايه مفيش حاجة هنا يا جماعة؟ مكان كبير عظيم بالحجم ده. ما تعرف اطلع لها فوق بقى من هنا بقى. طيب تعال نطلع الأول للراجل العظيم اللي فوق ده شافني. ها
انا بس هنا في لملمة حاجات اهي، صندوق اهو، اهم حاجه تلم يا جماعه الماتيريالز دي في داينج لايت. قصه مش بس بقى انتوا عارفين يعني، اوعوا تستهونوا بالحاجات دي، لموا كل حاجه موجوده قدامكم. اوعى بقى تقعد تقرا وتقول طب دي احنا محتاجينها ولا لا، دي حاجه كبيره دي حاجه صغيره، لم. وبعدين ان هو ايوه تعالي، انا بقى نجيب فين الكاركتر بتاعنا. تعال ايه ده، ايه ده، مع السلامة يا حبيبي، مع السلامة. فين التاني؟ نزل تحت. تعال تعال خد. طيب ماشي انا مستنيك، خد. اوعى اوعى روح مطرح ما روح، انت جاي تتفرج معايا ولا ايه؟ ايه رأيكم يا جماعة في السيطرة عليه قوي؟ ها اهم حاجه يا جماعه الاسلحه في لاين لايت، السلاح تظبط فيه الدنيا، تعدله تكتره وتحط له حاجات، ده مهم جدا. شكل الماتيريالز دي مهمه جدا. وبعدين خلي بالكم كل تعديل سلاح مش بمزاجك، لا لازم تتعلم تعملها ازاي. تتعلم ازاي بقى؟ بتلاقي حد سايب المانيوال مثلا، طريقه عمل مش عارف ايه، فاهمين قصدي؟ يعني كانك بتطبخ كده بالظبط، فاهمين قصدي ايه؟ بس كده فتروح انت بقى ايه واخد التعديل، خدها خلاص انت كده بتعرف تقراها بقى، خلاص قريتها انت كده. البتاع الدروب هي فين بقى؟ فوق هنا. طب دي تطرح لها ازاي دي يا جماعه؟ وده في حاجه فوق اهي، اقف اقف اقف. الله، هو اكيد في حاجه هنا فوق ليها مصلحه. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، وش زام. اوعى اهدى اهدى اهدى، مش عارف انا ايه اللي بيحصل. هو انا طلعت ازاي؟ هنا طب انا عايز اطلع فوق. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، ايوه يا سلام. هل في حاجة بقى ولا طلعت على الفاضي؟ الله، مفيش حاجة ولا ايه؟ انا طلعت على الفاضي يعني. ماشي طيب، بتاع هناك اهو، انا هطلع هناك ازاي دي بس؟ يا نهار ابيض، خطر جدا اللي انا عملته ده، ربنا يستر. طيب ريسك النازلة دي ايه؟ انزل اهدى. ايوه طيب، يعني انا انط كده؟ ما انا مش عايز ده، انا عايز اطلع فوق. يبقى اكيد في سلالم بقى، يعني انا اخدت الطريق الصعب. اجتهاد ده برضو. هنشوف ايه الموضوع. كسر؟ لا، يبقى نخش من تحت. ماشي، في سلالم بقى مفروض بقى ولا ايه؟ مفيش سلالم. طيب اكيد في حاجة هتطلعنا فوق اكتر. انا بهري كده دايما. استنوا يا جماعه استنوا، هو دي هتطلعني هناك هتطلعني فوق؟ هما غالبا عايزين يودوني هناك، غالبا غالبا الحته اللي هناك دي اللي المفروض تطلعني ان شاء الله يعني، بس انا كنت هناك. طيب تعالوا نمشي بالراحه، هنا مفيش حاجه. طيب يبقى انا المفروض اطلع من هنا. الله ماشي اهي، ماشي بعد كده من هنا بقى مفيش حاجه تطلعني. ما انا المفروض
المفروض اطلع فوق. طيب يبقى اكيد في حاجة هنا. اهو السلام عليا. في حاجة تانية في فوق؟ حاجة في حاجة امسكها؟ مفيش حاجة امسكها. لا ده جو رخيص اوي اللي انا بعمل بقى. مفيش. لا ما دي ليها لازمة اكيد، مش هيخلوها لنا كده لما يكون ليها لازمة. يبقى بتطلع منها من تحت مثلا. ماشي. طيب انا جيت من هنا ولا انا جيت منين؟ انا جيت من هنا صح؟ دي الحتة اللي طلعت منها. فكروا معايا يا جماعة، المكان ده لازم نحتله، هل ده المفروض انه يحتل؟ انا احتليت ده خلاص. في حاجة هنا اهي. عرفوني بقى يا جماعة في الكومنتات إذا كان اللعبة دي بالنسبة لكم حاجة كويسة ولا أي كلام. أنا معرفش صراحة اهتماماتكم إيه، بس أنا بالنسبة لي بحبها. وبعدين ميزتها إن هي بتاكل الوقت، يعني ممكن تقعد تلعب كده إيه بالساعات. هي فظيعة بصراحة. طيب الحل بقى يا جماعة، حلو ده. طيب انا طلعت يمسك هنا، شفت بقى؟ شفت بقى الشغل العالي اللي انا بعمله بقى؟ اهو اهو الراجل العظيم اهو يا جماعه، ما قصرش. في هنا امل تفتكروا؟ ايوه بقى، ايوه يا بطل، والله ثقتي فيك عاليه. انجوي انجوي. مفيش امل، مفيش. لا دي لا، في مدخل اصلا. بس المدخل ده هيدخلنا لفين؟ مفيش مدخل. ما بيمسكش ليه هنا؟ ماشي. طب انا هعمل ايه بقى؟ اطلع بالبويه دي. سلام لو عملها. ادي يا بطل تاني. الله بقى، هو ده في مدخل. العب. لا احنا مش سهلين يا جماعه. لم لم لم. ماشي. في حاجه تانية او في دور تاني اهو. لم اي حاجه تتباع. ايه ده بقى؟ مدخل تحت فوق اي حاجة مفيش. ماشي. ماشي بسم الله بقى نشوف ايه الاخبار. اهو يا سلام. ايوه بقى، ايوه بقى. 5 بوينت اهو. في حاجة كمان هنا من الكولكتبلز. ايه يا جماعة؟ تعالى ناخد ده، في حاجة أخرى. ماشي. لم 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 لم، ما تسيبش حاجة. طيب هنا مخرج ولئيم شوية، فغالبا ده هيوصلنا للي احنا عايزينه ان شاء الله. الابيض ده، انا ايه في السيرك القومي؟ سلام. لا 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 لا، كده زيادة. هنا في خطورة بقى. العب يا سلام يا سلام. اهدى 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 اهدى. صعبة دي يا جماعة، صعبة. ايوه بقى، ايوه بقى، ايوه بقى يا اخي بقى. اهو
اقول الاير دروب ده ولا السبلاي دروب؟ افتح ورينا بقى في حاجه تستاهل ولا ايه. موف يونيك وارشر رابينج ماشي، وفي حاجه بالاكسس كي. استنى، ايوه بقى خدها دي، خدها دي جميله دي، الناس بتقعد تدور عليها دي. اوبا سكلا يا جماعه، خلصت كده تمام، خلصناها صح؟ ممتاز. انا بنشوف يا جماعه اتشالت ولا ما اتشالتش، المفروض نلاقيها هنا. بقت ايه؟ اربعه. بقت اربعه، ممتاز. عندنا اتنين بقى يتعملوا بالليل، ودول لما نوصل ليفل فور نعملهم. بلاش تفاصيل يا جماعه بعد اذنكم، مش عايزين ان احنا نتفص. طيب يا جماعه انا مبسوط جدا باللي حاصل، اتمنى كل لعبه عجبتكم. تعالوا بس نشوف كده السكيلات اللي فتحها لنا دي هنا، ممتاز جدا. الاستاذ بيعمل حاجات بقى، اوه واو ما شاء الله، اميزنج. ممتازة دي، دي ممكن يمشي على الحيطة. لا لا لا، الراجل بقى مش سهل. دي عايزة 200 استامنة، أنا 160 حاليا. طيب anyway، أتمنى تكونوا اتبسطتوا يا جماعة. عرفوني بقى في الكومنتات إذا كانت الحاجة دي بالنسبة لكم حاجة كويسة ولا لأ، عشان لو كده اعمل فيديوهات تاني ليها ان شاء الله رب العالمين. خلاص استنى منكم انكم تقولوا لي، وتعالوا بقى نشوف الفيديو الجاي هنعمل ايه. يلا بينا، باي باي.